مساء الخير على كل مشاهدينا في كل بيت وفي كل مكان. معاكم رنا مجدي من برنامج دقيقتين وبس. وحشتوني. النهارده احنا هنتكلم عن حاجه احنا قلنا لكم عليها المره فاتت، ان انتوا لو عندكم اي حاجه حابين تتكلموا فيها او اي مشكله تقدروا تكلموني فيها تليفون او تبعتولي على بوست اسال رنا على الفيسبوك بتاعي. فهو جالي اول مشكله، وهي ما جاتليش الحقيقه من شخص واحد، لا هي جاتلي من اكتر من شخص، والمشكله دي كان لازم اطلع فيها اتكلم فيها على التلفزيون، ما كانش ينفع انزل فيديو عادي زي ما قلت مثلا هتكلم في فيديوهات وكده انزلها، لا دي كانت لازم تطلع في الحلقه بتاعتي. وهي مشكله استاذ محمود عبد الكريم. استاذ محمود عبد الكريم ده شاب مدرس اول فلسفه وعلم نفس، وهو ساكن بشبرا الخيمه بمحافظه القليوبيه. استاذ محمود عبد الكريم اتصاب بمرض التصلب الجانبي الدموري، وده نفس المرض اللي اتصاب بيه لاعب نادي الاهلي مؤمن زكريا. استاذ محمود عبد الكريم اتصاب بالمرض ده من سنه بالظبط، ولما اتصاب بالمرض ده كانت قدرته الماديه كويسه انه يقدر يتكفل بنفسه وان يصرف على نفسه وعلى علاجه، وكان علاجه بيكتر عن 40,000 جنيه شهريا. ولكن جه الوقت اللي هو ما قدرش ان يتكفل بنفسه اكتر من كده وانه يصرف على علاجه تاني. في نفس الوقت المرض زاد وانتشر في جسمه وبقى يأثر بشكل سلبي كبير جدا على جسمه. استاذ محمود عبد الكريم عمل فيديو يستنجد بالناس والمسؤولين ان هم يلحقوه، وانه خلاص مرض انتشر في جسمه بشكل خلاص ما بقاش يقدر حتى ياخد نفسه كويس. فاحنا بنناشد المسؤولين واي حد يقدر ان استاذ محمود يسافر في اسرع وقت لبره مصر ويتعالج، وان الدوله تتكفل بيه وبعلاجه يكون مجانا على نفقه الدوله، وان شاء الله استاذ محمود عبد الكريم يسافر ويتعالج ويرجع لنا ويبقى احسن من الاول. كمان انا حابه اشكر اي حد وقف في ظهر استاذ محمود عبد الكريم ودعمه وكلمه وتواصل معاه. كتير من الناس جدا لما عرفت حالته بدات تدعي له وتدعمه، ومن ضمن الناس دي ناس مشهوره وناس معروفه جدا زي لاعبين الكوره وفنانين. واحب اشكر لاعبه الكوره نادي الاهلي، النادي الاهلي اللي وقف جنب استاذ محمود عبد الكريم وتواصلوا معاه. تقريبا شبه كل لاعبه النادي تواصلوا معاه، حتى مؤمن زكريا بنفسه اللي متصاب بنفس المرض تواصل معاه وبدا يخفف عنه، وان شاء الله هتخف وهترجع زي الاول. وبرده من ضمنهم الكابتن كهربا، وبرده امام عاشور، والكابتن قفشه، وعمرو جمال، وكتير منهم وقفوا في ظهره وكلموه وبداوا يدعموه ويخففوا عنه، وان شاء الله هترجع لنا بالف سلامه يا استاذ محمود، وان شاء الله تبقى احسن من الاول وبخير، وتروح وتسافر وترجع لنا بخير باذن الله. دي اول حاجه كنت حابه اكلمكم فيها، لان كان لازم فعلا اكلمكم فيها في حلقتي لانها حاجه مهمه جدا. المهم احنا هناخد فاصل وهنرجع نكمل حلقتنا، ومعايا ضيفه الحلقه حاجه جميله كده خليها لكم فجاه، بس بعد الفاصل استنونا ثواني وراجع لكم تاني. مع برنامج دقيقتين وبس هنتكلم في اهم الموضوعات، موضوعات تهمك جدا واهمها ازاي تقدر تحقق حلمك وتثق في نفسك، وازاي تقدر تحل مشاكلك وتعيش مبسوط. معانا برضو هتشوفي الدنيا احلى، وغير ما هنستضيف اخصائيين في كل المجالات. كل ده واكتر مع رنا في دقيقتين وبس. رجعنا لكم بعد الفاصل من جديد، وكنت قايله لكم ان انا معايا ضيفه عسليه كده، وهي ضيفتي مشرفاني منوره الحلقه امنه محمود. ازيك يا رنا؟ سعيده جدا يا امنه ان انت معايا بجد. والله انا اكتر بجد فرحانه قوي.
أما جمهورك حابب يعرفك أكتر وحابين بقى إيه نسألك حبة أسئلة كده وحاجات بقى. يلا جدا من عايز عندي الفرصة. أما أنت بدأتي السوشيال إمتى إزاي وإمتى وكده؟ انا من بدأ من بدري من اولى ثانوي، انا من ايام الداب سماش والميوزيكلي. ايه ده؟ زمان. مين اللي شجعك يا امنه وخدتي الخطوه دي؟ اي اختي كنت دايما لما باجي اصور وكده هي اللي كانت دايما بتصور معايا وبتشجعني، كنا بنفضل نعمل فيديوهات كده. دعم عائلي بقى وكده. دعم عائلي ودعم اصحاب، ويعني بصراحه الدعم جالي من كل الناس اللي حواليا يعني الحمد لله. طب كويس. سؤال يا امنه اللي بيجي لك جالك كتير قوي لما اتخطبتي، انت اتخطبتي مفاجاه وفاجئتينا كلنا، عملتيها ازاي دي ولا حصلت؟ والله العظيم انا نفسي اتفاجئت، يعني انا ومحمد اتفاجئنا اصلا، اتعزمنا على الخطوبه. يعني انا عارفه اصلا يوم الحد ان انا هلبس ذهب. الجمهور اتفاجئ، حتى ما قلتيش قرينا فاتحه ولا حط اي حاجه. ما قريناش فاتحه يعني، دي ما اتعملتش خالص. فهي الناس كلها هو بابا قرا مع بابا محمد كده يعني. على خير باذن الله. ماشي. في ناس بتقول لك ان محمد اتقدم لك عشان انت مشهوره بقى وكده، ايه ردك؟ عايزين نشوف. لا محمد ملوش علاقه بالفيديوهات خالص اصلا، يعني مش متعود يقف قدام الكاميرا كده، وبعدين ليه اتجاهات تانية يعني، ليه شغل وليه حاجات تانية كتير كويس غير السوشيال يعني. انا عايزك انت، انا هدخله فيها بس قدام شويه. ايوه زعل. عايزك انت تقدم لك انت. ايوه عشاني طبعا اكيد. ايوه طبعا. ماشي. انت يا امنه كان كل شغلك ميديا وكده ولا انت اشتغلتي حاجات بره؟ لا طبعا اشتغلت حاجات كتير بره يعني. اشتغلتي ايه؟ اشتغلت سكرتيره قبل كده، واشتغلت في منجيني، وكف. واشتغلت من صغري. انا بشتغل من اعدادي يعتبر. بيقعدوا بقى يقولوا ان حياه البلوجر سهله وكلها جفتات وهدايا وحاجات كده وببلاش. لا مش بجد طبعا، اكيد مش كلها كده يعني. طب الطقميه والاكسسوارات الجامده دي ايه؟ الاكسسوارات دي جفت. جفت كمان؟ شلنا. لا جفت جفت جفت. والهيلز جفت برضه. برضه مش باين. ماشي يا امنه. بيقولوا لك ان الاكونت المليون اتسرق منك، ده انت عاملاه بقى عشان ترند وتتشير وكده ولا ايه ردك؟ والله يعني يا ريت يبقى ترند، بس الصراحه انا مش يعني مش عشان اطلع ترند بتجه للفرص القليله دي، يعني دي فرصه ضعيفه. اتفلقت اتسرقتي وكده. طب مين اللي سرقك؟ انا كنت قاعده على السوشيال ميديا عادي وبقلب كده، لان انا اصلا بدخل على التيك توك على الصفحه بتاعتي انا بس، مش بتابع حد دايما وكده. لقيته جالي مره واحده كده ان تم تسجيل الخروج من هذا الحساب، واللي هو انا مش عارفه اوصل له تاني. لوحده كده؟ لوحده كده. طب مش هنعرف نوصل للاكونتات وكده؟ اتواصلت مع ناس كتير بس طبعا طلبوا مبالغ وكده، انا ما كانش عندي اي مشكله ان انا ادفع اي حاجه، لان ده تبع 6 سنين. طبعا يعني تعب 6 سنين، بس يلا الحمد لله. ربنا يعوضك. بدات من جديد اهو، عندي اكونت تاني عليه ربع مليون دلوقتي. طب كويس جدا بجد ما شاء الله. مش ايه ردك بقى على الناس اللي بتقول لك احنا مش مرتاحين لمحمد وكده؟ والله يعني يصلي استخاره ويشوف الموضوع ده. يعني معايا معايا مداخله تليفونيه. الو. الو مين معايا؟ شيماء. الو الو شيماء. حضرتك اهلا وسهلا يا شيماء. انا بحب البرنامج بتاعك قوي حبيبتي والله يا شوش. بجد مبسوطه قوي ان انت جايبه النهارده، مبسوطه امنه برضه متابعه بجد. الناس كلها مبسوطه. دي امنه دي حبيبتي. ربنا يخليكي يا شوش. تسلمي بجد، يعني انا مبسوطه بيها قوي، بس برضه يعني مش عارفه خطوبتها جت بسرعه قوي، مش فاهمه ايه خطوبتك يا شيماء. وبعدين خطيبك ده ما حدش مرتاح له وانا مش مرتاحه. ايه استني، ايه يا شيماء ده؟ ايه يا شيماء مش كده؟ صلي يا شيماء استخاره ونشوف الموضوع ده يعني. لو صحتي مرتاحه هكمل باذن الله. لا بجد حوار ان كتير قوي قال لك احنا فعلا مش مرتاحين لمحمد. احنا كنا لسه اصلا بنتكلم في الحوار ده. محمد مش مرتاح للكاميرا. محمد مش مرتاح للكاميرا عشان مش متعود يصور. فهماني؟ مش دايما. انا بقالي 6 سنين قدام الكاميرا فبطلع عادي تلقائيه. أيوة في ناس بقى بتقعد تقول الشباب بقت تتكسف والبنات بقت لا لا، ملهاش علاقه بالشباب، هي لها علاقه بالتعود. يعني انا متعوده ان انا كمان حواري ان اي فلوجر دلوقتي او تيك توكر مثلا بيرتبطوا مع باللي زيهم عشان يشيروا بعض، فده برضو بيظلم ناس زيك مثلا وزي ناس تانية. لما لا ملهاش علاقه. بيقولوا فعلا عشان ده يتشهر ودي تتشهر ويعلوا. لا ملهاش علاقه، ولاد الناس مش بيعملوا كده. جدع نايم بجد. ماشي يا امنه، انا كنت مبسوطه جدا النهارده بالحلقه بتاعتك، وانا حباك انت بقى تكلمي الجمهور. بصي انت البرنامج برنامجك، اتكلمي براحتك، شوفي انت عايزه تقولي ايه للجمهور. في ناس بتضايقني، ناس صفرة بتضايقني. قولي براحتك. اعملوا بجد يعني اللي هو الناس اللي هي مثلا بتستكتر عليكي الفرحه، اللي هو انت مبسوطه كده ليه؟
فعلا. انت بتضحكي كده ليه في السو... فعلا. انا بتضايق قوي من كلمه انت بتضحكي كده، بضحك وما بضحك ايه كده يعني؟ سيبوا البنت تفرح، ما اضحك براحتي. ايه اللي بتضحكي كده يا جدعان؟ اما بفرح بضحك براحتي يعني. لا في ايه بجد. وكمان عايزه اقول لك بقى على حاجه، تدي نصيحه لايه بقى للبنات اللي بتبقى فعلا عايزه تاخد الخطوه دي وتبقى بلوجر او تيتشير، بس بتبقى خايفه مثلا ان الناس تفتكرها حاجه تانية، او ان هي نفسها اللي تتجه لحاجه تانية عشان تتشهر؟ لا طبعا. انت يعني ما شاء الله على كام سنه مدار دي كلها ما عملتيش فيديو واحد يقلل منك او من دينك او اي حاجه. أيوة أكيد. ما شاء الله عليكي بجد، ولا قلعتي الحجاب زي ناس، ولا عملتي حاجات كده او كده عشان تتشهري، انت لوحدك ما شاء الله. بيبقى عامل اساسي طبعا الاهل. الاهل يعني حاجة. انا بابا مثلا اللي هو اي فيديو بنزله بيشوفه تمام، لو ما عجبوش امسحيه. طب كويس. فبمسحه دايركت على طول من غير نقاش معاه، يعني عامل اساسي الاهل طبعا في الموضوع ده. كويس، اهم حاجه. فاللي هو اهلك يبقوا متابعينك، مظبطين معاكي، موافقين على اللي انت بتعمليه، طالما شايفينك وعارفين ان انت صح فده تمام عادي مع الاهل. في ناس بتغير منك عشان انت محبوبه والناس كلها بتقول دي تلقائيتها وحلوه وكده. بس في ناس بتفتكرني بتصنع ده، انما انا لا دي طبيعتي. اه فعلا دي طبيعتك يعني، دي طبيعتي بعيد عن الناس. ما شاء الله اتحبيتي بسرعه والناس حبيتك باي حاجه بتعمليها، اي فيديو كده لو طالعه بس تتكلمي عادي، لو الناس لا حباكي وانت امنه العسوله، مشهوره بالعسوله اصلا. على فكره في ناس مش شرط، الناس اللي بتنتقد دي مش شرط ان هي تبقى كرهاني، لا هما بينتقدوا عشان احنا غير. انت كل الناس فعلاً. عندك كل الكومنتات عندك كويسه فعلاً. فلا انا غيرهم، انا دي حقيقه، فانا أيوة العين هتبقى عليا. انت فاهمه اللي هو خالف تعرف، عارفه انت الموضوع. أيوة ده طبعا. لو انا غيرهم فانا هنتقدك عشان الناس بقى ترد على الكومنت بتاعي وتشير. لا بس لا دي حاجه وحشه جدا، ويا ريت يعني الناس ربنا يشفيهم بجد. ايوه بجد ربنا يهديهم. امنه انا كنت مبسوطه جدا بحلقتك النهارده، ولو عايزه تقولي اي كلمه للجمهور قبل ما نختم معاكي جدا. وشوفي انت عايزه يعني انا إيه؟ كنت الاول لما كان حد بينتقدني وكده كنت ممكن اوصل لمرحله ان انا امسح الفيديو اللي الناس بتنتقدني، لا واقعد ازعل بقى واعيط بقى وتامر عاشور وحتت تانيه ليه كده. بس الموضوع اختلف معايا خالص دلوقتي، اللي هو انتوا بتنتقدوني لا. انا لا، انا عارفه ان في انتقاد، والسوشيال فيها الحلو فيها الوحش، كل حاجه فيها الحلو فيها الوحش. جدع. بس اللي هو انتقادكم بقى ده انا أيوة. انا هعاندكم واعمل اللي انتوا تنتقدوني. انا هعمل اللي انتوا تنتقدوني تاني. أحسن. والله بجد. بس الحمد لله مش بوصل لمرحله اللي هو الاستفزاز، وفي ناس بتطلع ترندات وكده بالاستفزاز. فعلا. ايوه انت بتردي رد باحترام اكيد طبعا وبكل ثقه، والناس كلها بتحترم ردك ده كمان اكيد طبعا. انت لو حابه تقولي كلمه للجمهور قبل ما نختم. انا بحبهم قوي والله يعني. هم بيحبوك، هم بيحبوك والله العظيم، كلنا بنحبك. ربنا يخليك. انا بحبك كمان قوي والله العظيم. انا كنت سعيده جدا النهارده بضيفه حلقتي، وبجد اتمنى انها تطلع معايا تاني، وان شاء الله تطلع معانا تاني، وان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم. واستنوني في حلقه جديده من برنامج دقيقتين وبس مع رنا مجدي، وما تنسوش تبعتوا لي مشاكلكم على بوست اسال رنا على الفيسبوك على الاكونت بتاعي، وان شاء الله نطلع نتكلم فيها في حلقاتنا. باي باي، استنوني في حلقات جديدة. مع السلامة. باي.